جولتنا الفنية والثقافية لليوم منبلشها مع جمعية طلع البدر علينا يلي بتنظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. اليوم وبكرة المواعيد الباقية بهالنشاط اللي عم تستقبله أسواق بيروت. هالاحتفالية بتبلش يوميا بتمام الساعة 12 الظهر وبتستمر لغاية الساعة 5 بعد الظهر. منشوف بعض المشاهد من النسخات السابقة. وبأنوار مضينا بشموخ في البقاع وبأنوار مضينا بشموخ في البقاع دعما لبرلمان الشباب واوركسترا الاطفال بيقدم مركز الصفدي الثقافي بطرابلس امسيه مع التنار زياد اديب نعمه وعازف البيانو فارتان اغوبيان. الموعد رح بيكون ب 8 كانون الاول بتمام الساعه 6 المساء بالمركز بطرابلس. لليوم هند الصوفي رح تعطينا تفاصيل أكثر عن هالأمسية. منتابع مع مواعيدنا ومع الحفلات الموسيقية والفرقة اللبنانية أدونيس يلي رح تقدم أمسية ب 14 كانون الأول بستيشن بيروت. رح تعزف خلال هالأمسية قديم وجديد الفرقة. منتابع مع الفرق اللبنانية والفنانة تانيا صالح هالمرة يلي رح بتوقع ألبومها الجديد بعنوان تقاطع ورح يتضمن كمان حفلة التوقيع عرض لفيلم قصير بعنوان وإذا الله بيريد. هالألبوم هو عمل مشترك مع الفنان خليل جدران، هو منتج وموزع موسيقي متخصص بالموسيقى الإلكترونية. الموعد رح بيكون بتسعة كانون الأول بستيشن بيروت بتمام الساعة 4 بعد الظهر. دايما حنغني ونبشر بالخير ونمني ونلف الدنيا الدوارة على صوت النغمة الهدارة ومعانا المشرط والبلسم في الكلمة صحيان. فعاليات الدورة العاشرة لأسبوع الفيلم اليوناني ما زالت مستمرة بسينما متروبوليس سوفيل، واليوم المساء رح منكون على موعد لعرض فيلم جان للمخرج توني غاتليف. Τραπεζίτες κλέφτες. Τι μπορούμε να κάνουμε? Έφυγε μου με το κεφάλι. Μαλάκι, δεν τρέπεσαι. Κοίτα με στα μάτια και πες μου. ويلي عرض هالفيلم فيلم آخر هو أمريكا سكوير للمخرج يانيس ساكاريديس. ننتقل إلى الدورة 61 لمعرض بيروت الدولي للكتاب. هالنشاط يلي صار منتظر وهو بيمتد على مدى أسبوعين، رح تستمر فعاليات المعرض لغاية 13 كانون الأول، والمعرض رح يفتح أبوابه يوميا من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 10 المساء. من مهرجان بيروت اند بيوند انترناشونال ميوزك فيستيفال بتنطلق بعد ايام قليله وتحديدا بسبع الشهر وبتستمر لغايه 10 كانون الاول. حفله الافتتاح رح بتكون بستيشن بيروت مع الفنانه ياسمين حمدان، اما الامسيات البقيه ب 8 9 و10 الشهر رح بيكونوا بالكاد بالكارانتينا. منشوف التريلر الخاص بالمهرجان هالعام.
كريسمس ات صيفي فيليج صار كمان موعد منتظر بالصيفي فيليج وهو من تنظيم جاتا ايفنتس. هالنشاط انطلق امبارح ورح يستمر لغايه 6 كانون الاول. خلال اسبوع رح يفتح ابوابه من الساعه 3 بعد الظهر لغايه الساعه 8 المساء، اما بالويك اند فبيفتح من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 8 المساء. نشاطات كمان لكل افراد العائله رح يستقبلها هالفيليج الخاص بالميلاد، بالاضافه كمان لافكار كثيره ممكن نستوحيها لهدايا الميلاد. منتابع كمان مع الأجواء الميلادية ومع السيدة ماجدة الرومي يلي كمان أعلنت عن نشاطاتها هالسنة بمناسبة العيد. أول موعدين رح بيكونوا ب 9 و10 كانون الأول بشاتور ويس بشنانعير، وبترافقها جوقة معهد القديسة رفقة وفرقة من الموسيقيين اللبنانيين بقيادة الأخت مرانا سعد. موعدين ب 15 و16 كانون الأول ماجدة الرومي على الميلاد بالعزرية وذلك بالأشرفية، والموعد الأخير رح بيكون ب 22 كانون الأول بكنيسة مار الياس أنط الياس وذلك من تنظيم جماعة رسالة حياة. زين لن شجرة بتاخد لن قمح المزروع، حضر مغارة للعذرة وقبل الكل نسوة يسوع. عالشباك لفوا أشواقي وحبي، السماء مرفوع يفرح ميلاد بسحرة. منتابع مع مواعيدنا، وامبارح كمان انطلقت احتفالية بيروت ترنم بدورة 2017. 28 حفلة رح تستقبلهم العاصمة اللبنانية من هلأ لغاية 23 كانون الأول، والدعوة عامة للجميع. اليوم الموعد رح بيكون من كنيسة مارمارون بالجميزي مع سيرجي ولوسين خشتريان يلي رح بيقدموا أمسية بتمام الساعة 8 المساء. لجنة تنظيم مهرجان بيروت ترنم تطلب من الجميع يلي حابين يجوا يحضروا الأمسيات دايما يحضروا قبل بنص ساعة من انطلاق الحفلات، هيك تيقدروا كمان يأمنوا مقاعد داخل الكنيسة أو الكاتدرائية. ننتقل إلى عروض المسرح وتحديدا الإيماء. عايدة صبرة وفي حميصي رح بيقدموا عمل إيمائي جديد بعنوان مشوار 45، موعدين ب 6 و13 كانون الأول على خشبة مسرح مترو المدينة. الأبواب بتفتح ابتداء من الساعة 9 المساء. ننتقل إلى المركز الثقافي الروسي بفردان يلي بيستقبل أمسية بعنوان Music for Peace. بتقدم هالأمسية عازف ساكسوفون فيتالي فاتوليا وعلى البيانو مارينا نيمتسوفا وأوجيني رومانتسيف على الفيولونسيل. الموعد رح بيكون ب 9 كانون الأول بتمام الساعة 7 المساء بالمركز الثقافي الروسي بفردان، وعم نشوف سوا عازف الساكسوفون فيتالي فاتوليا. لكل يلي حابين يحضروا عروض مسرحية فيكن تتوجهوا على مسرح دوار الشمس لتتابعوا مسرحية بيتي توتل الجديدة بعنوان فريزر. العروض رح تضل مستمرة لغاية 17 كانون الأول كل خميس جمعة سبت وحد. منتابع مع مواعيدنا الفنية والثقافية وكمان مع أعمال المسرح، وهالمرة مننتقل إلى الأيو. اليوم وبكرة العرضين الأخيرين لمسرحية أبو وردة سانتا، هالعمل من إخراج علي الخالدي وهو بيتضمن أو مقتبس عن نصوص لألفريد فراج، ميرا صداوي، أنيس غيبي وغيرهم. العروض رح بتكون داخل مبنى الصفدة للفنون الجميلة، لكن العروض باقي عرضين اليوم وبكرة بالأيو. هيك ساعتها منزل السلاح الوسخ على المخيمات الفلسطينيه والسلاح اللي على البنت اللي على المني بنعطيه للعالم الدفيعه. شفت شلون حليت؟ مين انت؟ فريد الاطرش.
وخبر أخير وهو احتفاليات نهاية السنة يلي بتقدمهم جمعية Indeed Better Together بطرابلس. مواعيد كتيرة أعلنتها ب 23 الشهر موعد مع الفنان رامي عياش، ب 26 الشهر الفنان مروان خوري، ب 27 الشهر جيبسي كينجز، وب 28 الشهر الختام رح بيكون مع الكيدز يونايتد. الحفلات كلها رح بتكون بمعرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس. مع هالخبر بنكون وصلنا لختام جولتنا الفنية والثقافية. اليوم السبت موعد ثابت مع زميلتنا وردة وضيوفها اليوم بصالون السبت السفير نصيف حتي والرأي العام. صالون السبت 8:30 صباحا إذاعة الشرق. كيف عم بيكون وضع الطرقات؟ خلينا ننتقل هلأ لعند جوال. معنا المشغل الياس الحصان من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. ألو. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. أنتو كيف؟ الحمد لله. تفضل. منبلش حركة السير مثل كل نهار سبت عم تكون طبيعية على مداخل العاصمة وعلى باقي المحاور. منبلش من مدخل شمال نهر الكلب، حركة السير عم تكون طبيعية باتجاه أنت الياس لفير ناشطة. أما بالنسبة على طريق البحرية على أنت الياس عم تكون كتير خفيفة. من أنطلياس باتجاه زل أنهر الموت أيضا حركة السير عم تكون ناشطة. باتجاه الدورة حركة السير أيضا ناشطة، وصولا إلى صيف لحتى تصير حركة السير طبيعية. أما بالنسبة لبولفار سن الفيل حركة السير عم تكون طبيعية. باتجاه الصالومة أيضا حركة السير عم تكون طبيعية. المدخل الجنوبي سبورت سيتي حركة السير طبيعية. باتجاه الكولا أيضا حركة السير عم تكون طبيعية. وصولا إلى أنفاق كمان حركة السير عم تكون طبيعية. النفق سليم سلام. أما بالنسبة للصياد المدخل الشرقي حركة السير عم تكون ناشطة. باتجاه أوتوستراد الرئيسي من الحوت لتصير الحركة طبيعية. أما بالنسبة من الصياد للأشرفية حركة السير عم تكون طبيعية. هذا بالنسبة لحالة الطرقات لليوم. أما بالنسبة للحوادث تسجل عنا 11 حادث ناتج عنهم قتيل و14 جريح للأسف. أما بالنسبة لمخالفات السرعة زيادة الرادار تسجل عنا 1263 مخالفة بال24 ساعة الماضية. نتمنى من جميع السواقين الالتزام قانون السير وخاصة الإشارات الضوئية ووضع حزام الأمان وعدم استغلال حركة السير الطبيعي من أجل السرعة حفاظا على سلامتهم. كما نطلب منهم يتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر @TMC لبنان أو على فيسبوك غرفة التحكم المروري لنفيدهم كل جديد عن وضع الطرقات. وهذا كل شيء حتى الساعة. أوكي، يعطيك ألف عافية. نحن بكرة بنحكيكم. بريك جديد بحلقتنا ونرجع.